افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط بحضور سعادة الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اليوم. افتتح ملتقى وجائزة التميز للمرأة في قطاع النفط والغاز لواس 2019، وذلك ضمن مبادرات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات ميبك 2019 بهدف تعزيز التواصل وتحسين المعرفة وتمكين المرأة في المناصب القيادية في القطاع. وقد ثمن معالي الوزير عاليا الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة في استمرار احتضان فعاليات الملتقى من ضمن المبادرات الاستراتيجية لفعاليات ميبك، الأمر الذي يؤكد على ما وصلت إليه المرأة اليوم من تميز وإبداع وعطاء في مختلف القطاعات ولا سيما في قطاع الطاقة بشكل عام، مشيرا معاليه إلى أن المواضيع والمناقشات التي ستعرض في لواس 2019 جاءت متوافقة مع توجهات وأهداف المجلس الأعلى للمرأة لهذا العام نحو الاحتفاء بالمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل وتشجيع الابتكار. وقال معالي الوزير إنه امتثالا لتوجيهات صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة بكافة المجالات، وتأكيدا على الإيمان الراسخ لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية بتمكين المرأة البحرينية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، فقد تم مؤخرا تعيين عدد من النساء في مناصب قيادية مهمة في الهيئة والشركات النفطية التابعة، ما يؤكد ذلك على أن المرأة تمتلك روح القيادة والمهارات التي تؤهلها لتقلد مثل هذه المناصب، متمنيا لهن دوام التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات في شتى المجالات. احنا الحقيقة اليوم سعدنا بالمشاركة في ملتقى متخصص يلقي الضوء على تقدم المرأة بشكل عام في القطاع الغاز والنفط، وحرصنا من خلال ورقة المجلس الأعلى للمرأة ان احنا نبين أهمية متابعة تقدم المرأة ميدانيا في هذا القطاع، بالنظر الى ان احنا مقبلين على اكتشافات نفطية جديدة، مقبلين على تغيرات تكنولوجية تفرض نفسها على واقع القطاع. بالنسبة لنا في البحرين هذا القطاع يساهم بحوالي يمكن 18% من الناتج القومي او الناتج الوطني، فمن المهم جدا أن يكون للمرأة حضورها، خصوصا وأن نسب مشاركة المرأة في هذا القطاع تبلغ 20% مقارنة بالمعدل الدولي اللي هو 24%، ولكن نسبة المرأة في المناصب القيادية في هذا القطاع تحديدا 9%. فهناك الكثير من الأفكار التي تم طرحها في ملتقى اليوم من أجل التسريع من حضور ومشاركة المرأة في مثل هذا القطاع الحيوي.